حياكم الله استمرارا لمسيرة التنمية الشاملة والسطوة النوعية لقطاع الصحة. افتتح رئيس الوزراء ووزير الصحة مصنع الصحة الوطنية، هذه الجهود الحكومية اللي سعت عبر اجتماعات سابقة لتوطين الصناعات الدوائية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية اللي تحقق الأمن الدوائي في العراق من خلال تشجيع الاستثمار في الصناعات الدوائية وتذليل العقبات وفق جداول زمنية تكون فيها المصانع الحكومية وشركاتها في القطاع الخاص مهيئة لرفع قيمة الناتج المحلي، وهذا ما ابتدأت ساعة صفره اليوم، بما سيعزز أيضا من بقاء الكتلة النقدية في الداخل وعدم تسريبها للخارج، خاصة وأن حجم الطلب على هذه المستلزمات يتضاعف تدريجيا. أما في ملفنا الثاني من حصاد هذه الليلة، فارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق المحلية قبل شهر رمضان المبارك بعد أزمة ارتفاع الدولار اللي هرعت الحكومة الحالية لمعالجتها وسيطرت على هذه الأزمة، لكن عاودت أسعار السلع الاستهلاكية تلتهب في السوق بالتزامن مع دخول شهر رمضان الفضيل، واللي أثرت بشكل مباشر على الطبقات الهشة. وهنا الحكومة اتخذت إجراءات من شأنها تخفيف العبء على المواطنين، منها افتتاح مراكز تسوق للسلع المدعومة في عدد من المدن وتوزيع السلع الغذائية بغية استقرار السوق، فضلا عن تشكيل مجلس حماية المستهلك. مشاهدي الأحبة، هاي ملفات راح نتابع حظ من حصادنا هذه الليلة ونناقشها مع ضيوفنا الكرام، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله. افتتح رئيس الوزراء ووزير الصحة اليوم مصنع الصحة الوطنية اللي يعد تجربة فريدة بما يحقق من توفير للمستلزمات الطبية، فضلا عن طيه صفحة التوريد لهذه الاحتياجات من الخارج واللي استنزفت كثير من الكتلة النقدية. مشاهدي الأحبة، خلونا نفتح هذا الملف ونناقشه مع ضيفنا الكريم، لكن بعد أن نشاهد التقرير اللي عد لنا الزميل علي حبيب. مصنع الصحة الوطنية رسالة الاهتمام الاستثنائية، معمل خاص بإنتاج المستلزمات الطبية من مواد معقمة ونبيذة ومحاليل الغسيل الكلوي وعبوات بلاستيكية، فضلا عن احتياجات أخرى للمؤسسات الصحية ضمن رؤية حكومية لتنشيط الصناعة الدوائية بما يحقق الأمن الدوائي محليا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والأوبئة. مصنع الصحة الوطني والذي يمثل قصة نجاح تستحق من الإعلام الوطني المهني تغطية هذا المنجز الذي اعتمد على قطاع خاص رائد ومتمكن. لما يكون هناك اضطرابات عسكرية أو حروب أو غيرها، سلاسل التوريد تتعطل أو تتأخر على الأقل، فهذا يؤثر على استيراد البضائع بشكل عام ومن ضمنها الأدوية والمستلزمات الطبية. فلما يكون مصنعك أو مصانعك داخل بلادك، فراح يكون تأمين لمتطلباتك من الأدوية والمستلزمات الطبية، وهذا المفهوم عام. أربعة خطوط إنتاج وبجودة عالية تطابق المواصفات المعتمدة عالميا لسد احتياجات المؤسسة الصحية وإمكانية رفع القدرة الإنتاجية ضمن سقوف زمنية تلبي متطلبات الداخل الضرورية، خاصة وأن المصنع مجهز بأحدث الأجهزة الإلكترونية الحديثة. بالحقيقة المصنع هذا صمم بطاقة إنتاجية عالية جدا. الخط الواحد من محاليل أو من خطوط إنتاج المحاليل المعقمات وغسيل الكلى طاقتها الإنتاجية تصل إلى 1500 علبة في الساعة الواحدة، وبالتالي أربعة خطوط في هذا العدد من الممكن أنه يغطي ويفيض الإنتاج، أيضا يمكن تصديره إلى الخارج، يغطي جميع المؤسسات. هذا المصنع جميع المنتجات هي خاضعة للمواصفات العالمية وضمن معايير معينة، والمصنع حاصل على عدة شهادات بالآيزو، يقدم المحاليل الطبية ومحاليل غسل الكلى والمعقمات والمطهرات والمواد ذات الاستخدام الواحد، الشراشف وغيرها. ويبلغ معدل الإنتاج من 115 إلى 230 ألف عبوة شهريا للمستلزمات ذات سعة اللتر الواحد، ومن 210 إلى 420 ألف عبوة شهريا للمواد ذات سعة 5 لترات.
ويعد هذا العمل الذي تخطه وزارة الصحة بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الرئيسة والرديفة واحدا من المجالات الواعدة في العراق، والتي تتطور لعدة أسباب أهمها ما يمتلكه من ممكنات ومقومات ذاتية تتعلق بزيادة الطلب المحلي وتوافر الأيدي العاملة. علي حبيب، الأيام الفضائية. أحبب هذا الملف، أرحب بضيفي الكريم الأستاذ وميض منذر، المدير الإداري لمصنع الصحة الوطني. حياكم الله أستاذ وميض، ضيفا كريما في الأستوديو. الجميع إن شاء الله. أستاذ وميض، نتحدث عن قصة النجاح اللي بهذا التعبير وصف رئيس الوزراء مصنع الصحة الوطني لإنتاج المواد الطبية، وبالفعل عبر عن أنه هذا الموضوع يعتبر قصة نجاح. وإحنا شاهدنا أولويات الحكومة، كانت وزارة الصحة نالت الجزء الأكبر من هذه الأولويات وبدأت القفزات النوعية تتحقق. يا ريت تحدثنا عن هذا المصنع. مادة وتمثل الطيف الكامل للمواد المعقمة والمطهرة اللي تحتاجها المستشفيات. خلال الأسابيع الماضية شافت وزارة الصحة أنه عملية إنتاج المواد المعقمة والمطهرة قد يكون غير كافي صراحة لمكافحة العدوى، فلهذا باشر مصنع الصحة الوطني بإنتاج كل المستلزمات اللي هي قد تكون حراضا الى الميكروبات والجيرمز. فتوجه مصنع الصحه الوطني بانتاج الشراكشف ذات استعمال الواحد، اضافه الى وجه المخدات، الجاونات او السيتات الجراحيه وغيرها اللي تمثل تقريبا 27 ماده. فبهذه الكميه بهذا النوعيه اللي تشوفها وزاره الصحه، اللي هي تريد ان تغطي من دخول المريض الى المؤسسات الصحيه، من الاستقبال الى الردهات الى الطوارئ الى الاي سي يو او وحده العنايه المركزه او الار سي يو، الى صالات العمليات الكبرى والصغرى. الهدف من عندها بصراحه هي كل دول الجوار او تقريبا واصله الى المثاليه بالمعنى انه يدخل المريض الى صالة العمليات الكبرى والصغرى ويطلع من المستشفى بدون اي علاجات انتيبايتك. وعليه الفكرة من عندها ايجابية على اتجاهين. الاتجاه الاول تقليل الاعباء المالية على وزارة الصحة وبنسبة 70% تقريبا، اضافة الى ضمان صحة المريض انه ما يدخل في دوامات ومضاعفات وغيرها. هذا الشيء متأكدين احنا من عنده. المواد والمصنع حائز على شهادات عالمية بالجودة، إضافة إلى الرقابة الدوائية اللي هي تضمن من دخول المواد الأولية من الحدود إلى وصولها إلى المصنع، وإلى بعد الخلط والإنتاج يتم أخذ عينات من عندها لأجل إطلاق صرف
المواد إلى المؤسسات الصحية. منذ جائحة كورونا أستاذ وميض، يعني العراق استورد الكثير من هذه المستلزمات، الجاونات ويعني أغطية الأسرة والوساد وغيرها، لكن يوم ما تحدث عن برنامج حكومي وضع هذه الأولويات أمام أنظاره وأولاها الأهمية والعناية اللازمة، نتحدث اليوم عن تنشيط الصناعة الدوائية من قبل الحكومة وتوطينها في العراق. هذا الموضوع بحسب وجهة نظرك وحضرتك متخصص بالإدارة، إيش قد راح يوفر الكتلة النقدية للعراق؟ إيش قد راح من الممكن أنه السعي في تكامل هذا المشروع راح يتحقق الأمن الدوائي، تخفيف العبء عن كاهل المواطن العراقي؟ صحيح. شوف، إذا نتكلم عن الكتل النقدية أو الكتل المالية اللي ممكن أن يخسرها العراق في حال تم استيراد نفس المواد من خارج العراق إلى داخله لأجل استعماله داخل المؤسسات الصحية، فبالتأكيد هي عبارة عن مليارات الدولارات، تقدر بمليارين أو 3 مليار دولار. هسه هذا من جانب. الجانب الثاني اللي هو الحكومة الحالية توجهت، ومثل ما شفنا عن طريق شاشاتكم، توجهت إلى توطين الدوائي والأمن الدوائي. التوطين الدوائي والأمن الدوائي مهمين جدا إلى بلدنا الحبيب، لأجل أنه أولا أنه أي ظروف قاهرة قد يمر بها البلد أو حتى بالعالم مثل ما شفناها في كورونا أو الأمراض اللي هي المنتشرة، ممكن التعاطي معها بشكل سريع جدا وبدون اللجوء إلى الحدود، مثل ما شفنا إغلاق الحدود عالميا وصارت المواد شحيحة إضافة إلى قلة جودتها. الجودة واحدة من الدروح. بدنا نتكلم عن الأمن الدوائي والتوطين الدوائي، الجودة نفسها هي مهمة جدا، وهي هاي أصلا الهدف الرئيسي اللي الوزارة وزارة الصحة دا تريد توصله، انه جودة المواد تكون من الاولويات. مثل ما شفنا في السنين السابقة عندنا موضوع توفر المواد، اول شيء ما كان يكون متوفر دائما، اللي هو يكون اليوم اكو المادة موجودة بالدوائر الصحية وباكر ما موجود على سبيل المثال، وراح يريد يرجع، ولهذا انه اكو بتذبذب في توفر المواد. نعم، كنا نسمع عن عمليات أو صالات عمليات تتوقف لعدم وجود المستلزمات الخاصة، نسمع أنه عمليات غسل الكلى تتوقف لعدم وجود المحاليل الخاصة بغسل الكلى. اليوم لما هذا المصنع، حسب ما أوضح لنا الفريق الإعلامي اللي الخاص بقناة الأيام اللي رافق افتتاح المصنع، بأنه يوفر 4 أضعاف حاجة وزارة الصحة، بصراحة هذا الموضوع يعني بصراحة يثير الاستغراب بهذا المعنى. يعني لما احنا في فترات ما كنا نسد احتياجنا، هسه نتحدث عن مضاعفة الحاجة الى 400%. صحيح. في بال 2017 من صارت دراسة الجدوى للمصنع الصحة الوطني، راح المصنع باتجاه 4 أضعاف الاحتياج الفعلي للمؤسسات الصحية، حتى نضمن انه اي توسع يصير في الدوائر الصحيه، مستشفيات ومراكز وغيرها، يكون المصنع قادر ان يغطي كل الاحتياجات وبالسرعه. هسه اضافه الى هاي، احنا رحنا باتجاه برنامج الحوكمه اللي هو اداره الطلبات. احنا كنا عارفين المؤسسات او الدوائر الحكوميه، خلينا أقول لك، تعاني من الروتين والموافقات وغيرها. مصنع الصحة الوطني دا يتعامل مع مواد مطلوبة بشكل يومي واسبوعي وشهري، وعليه اتجه مصنع الصحة الوطني بإنشاء البرنامج الحوكمة لإدارة الطلبات، حتى الفكرة من عنده أنه أثناء الطلب رأسا يوصل إلى المصنع، طبعا أكيد كله بعلم الوزارة والدوائر الصحية والعيادات، دائرة العيادات الطبية الشعبية، هذا لأجل توفير المادة خلال أقصاها 72 ساعة. يعني أثناء الطلب
من يطلب المستشفى أو دائرة الصحة إلى وصولها إلى المخازن ما تأخذ العملية أكثر من 72 ساعة. لهذا لأجل أنه إحنا جايين على حداثة، مصنع مثل ما بيّن بالتقرير اللي قدمته مصنع حديث جداً وفق أرقى المتطلبات العالمية صراحة، وهو الوحيد بالشرق الأوسط بهذا الحجم، وعليه مو هذا هدفنا الوحيد. الهدفنا التالي أنه المستشفيات ودوائر الصحة من تطلب بعد شقد توصلها المواد. إذا أريد نمشي على النظام القديم قد تأخذ لها أسبوعين وثلاثة وأربعة، هي هم تعتبر جيدة مقابل أنه كانت تأخذ لها أشهر على ما تنطلب من خارج العراق وتجي وتدخل إلى الرقابة وفحص وبعدين تدخل إلى الرقابة. هذا كل النظام هذا كله يأخذ بحدود 3 أو 4 أشهر في أقل تقدير. مصنع الصحة توجه بالبرنامج الحكومي لإدارة الطلبات لأجل تقليله من 3 أشهر 4 أشهر إلى 72 ساعة عمل. يعني هذا الشيء اللي أصلا يعني هدف مصنع الصحة، ليس فقط توفير المواد وجودتها، طبعا هذا أكيد مهم جدا وهذا هدفنا، ولكن توفير الطلبات بأسرع صورة ممكنة. هاي واحد. الاثنين، إذا صارت أي ظروف قاهرة، ممكن احنا ما نعرف المستقبل تصير عندنا ظروف قاهرة مثل جائحة كورونا، فممكن أن يتعاطى معها المصنع بشكل سريع جدا توفير المواد اللي هي تكون في مخازن المصنع وتوصيلها إلى الجهات المستفيدة، الدوائر أو المستشفيات، بأسرع صورة ما تتجاوز 72 ساعة. أستاذ مميض، نتحدث عن هذا المصنع، مصنع الصحة الوطني، شلون اعتمد على القطاع الخاص الرائد بالمواصفات الدولية؟ شوف، الفكرة من عندها حسب توجيهات معالي الوزير والدولة رئيس مجلس الوزراء بتوطين، وأتوقع شفناها من أول تولي السيد السوداني. أول اجتماع له في وزارة الصحة أكد على التوطين الدوائي، لأنه الفكرة من عندها ملف خطر جدا، ملف ممكن أن يعني يتعامل وياه بأكثر من اتجاه صراحة. ولهذا مثل ما نشوف وحسب إحصائيات وزارة الصحة، التوطين الدوائي حاليا ده يمثل حوالي 10% من الاحتياج المؤسسات الصحية، وعليه توجه دولة الرئيس مجلس الوزراء بإنشاء المصانع الدوائية والمستلزمات لأجل رفعها من 10% إلى 40-50% خلال سنة أو سنتين أو أقصاها ثلاثة. هذا الشيء هي يعني يبين مدى تفاعل الحكومة مع المواطن وتقديم أفضل الخدمات للمواطن أو المريض وبأسرع وقت. يعني هذا الموضوع أيضا يأتي كملف الصناعة في العراق بصورة عامة، ومصنع الصحة الوطني بصورة خاصة. لطالما كان الحديث عن شلل القطاع الصناعي في العراق، ولكن اليوم لما تدب الروح في هكذا مصنع على تماس مع حياة المواطن، على تماس مع احتياجات وزارة الصحة اللي لا يمكن الغنى عنها، وحضرتك أوضحت بأنه في فترة قصيرة يتم تأمين الحاجات عند طلبها، هنا راح نتحدث عن قطاع مهم وهو قطاع الأمن الدوائي. وهذا القطاع من غير الممكن أن تؤجل حاجاته. صحيح، الأمن الدوائي مهم جدا لأي بلد، ويعني دولتنا وحكومتنا الحالية جادة صراحة بإنشاء المصانع بالشراكة أو مصانعها الخاصة مثل مصنع الصحة الوطني، لأجل يعني أولا توفير المواد، ثانيا السرعة بالاستجابة،
الثالثة اللي هي الحفاظ على سلامة صحة المريض، الرابعة هي الحفاظ على النقد المالي أو النقد داخل البلد، إضافة إلى تعامله مع الظروف القاهرة. فبالتأكيد الأمن الدوائي هو مهم جدا، وما نوصل إلى الأمن الدوائي إلا ما يكون التوطين الدوائي وبإنشاء مصانع، بس إنشاء مصانع حكومية بحتة أو مصانع باتجاه الشراكة مع القطاع الخاص. المهم أنه يتم توطين الأدوية لأنه ملف خطر، ويعني إضافة إلى هاي احنا شايفين عندنا بطالة نوعا ما. فبالتأكيد المصنع الصحة الوطني أو غيره من المصانع ديلبي ودي يرفع عن كاهل الحكومة اللي المعظم قد يكون بدون عمل وبدون وظيفة أو بدون مدخول شهري صراحة. فبالتأكيد يعني احنا متوجهين مع التوجيهات دولة الرئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الصحة، وعليه أنشأنا المصنع. وأصلا التوجيهات اللي وصلتنا اليوم، يعني التوجيهات اللي وصلتنا اليوم بفتح آفاق جديدة إلى المصنع بعد ما أن تم افتتاحه اليوم. نعم. طيب أستاذ أميض، نتحدث أيضا عن قضية مهمة، هل من الممكن أن يجهز هذا المصنع القطاع الخاص، المستشفيات الأهلية، العيادات الطبية، الاحتياجات العامة يعني وليس احتياجات وزارة الصحة فقط؟ صحيح، أنا أشكرك على السؤال. ستوجه وزارة الصحة أنه تغطية المؤسسات الصحية. الفكرة من عندها أنه الهدف الأول أنه مكافحة العدوى، مكافحة العدوى. المريض اللي دا يجي يعني عنده فد انفكشن معين أو عدوى شيء، دا نحاول جهد الإمكان أنه ما تنتقل هاي العدوى إلى الآخر حتى لا يصير بيها أعداد تتزايد وإحنا في غنى عنها. هذا أولا وزارة الصحة. هسه أكيد وزارة الصحة العراقية فهي مشمولة على صحة العراقيين كافة. فخطوتنا الجاية إن شاء الله إحنا رايحين باتجاه الوزارات الثانية اللي بيها مراجعين، سواء كان داخلية أو دفاع أو غيرها، رايحين باتجاهها لأنه بيها كثافة مراجعين. مو إلا يكونون مرضى بس قد يكونون هم حاملين إلى بعض الفيروسات. بالتأكيد هذا توجهنا إلى وزارة الدفاع والداخلية وغيرها اللي بيها أي أو أعداد عالية من المراجعين. الخطوة الثالثة اللي هي احنا رايحين باتجاه القطاع الخاص وتغطية كل التزاماتهم أو كل احتياجاتهم من المواد المعقمة والمطهرة وأيضا المستلزمات. الخطوة الرابعة والأخيرة اللي هي رايحين إن شاء الله باتجاه تصدير المواد إلى البلدان المجاورة إن شاء الله. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أميض منذر، المدير الإداري لمصنع الصحة الوطني، على هذه الإثراءات، ضيفا كريما في الأستوديو. ونتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع بكم وأرحب بضيفي الكريمين. وقبل هذا الترحاب نتحدث عن جشع التجار فإقبال شهر رمضان في السنوات الأخيرة أصبحت تتزامن معه قضية ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وأمام هذه المؤشرات تحاول الحكومة أن تتصدى لهذه الثغرات واللي يفتعلها المتصيدين والمتربصين عبر حزمة من القرارات. نفتح هذا الموضوع وياكم مشاهدي الأحبة ونناقشه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد التقرير اللي أعدته لنا الزميلة نهى الشمري. اعتاد العراقيون مع قرب كل مناسبة تبدأ نيران الارتفاع تلتهب في أسعار المواد الغذائية بطريقة جشعة من قبل بعض أصحاب المحال والتجار، تقصم ظهر الفقير وذوي الدخل المحدود من الطبقات المتوسطة. أصحاب المحال يعزون ارتفاع الأسعار إلى التجار الذين بدأوا يغالون بأسعار السلع المعروضة في السوق.
بالمقابل ساهمت حكومة الخدمات بتخفيف كاهل المواطن من خلال تدعيم البطاقة التموينية ورفدها بالمفردات الغذائية الأساسية للفرد العراقي لمكافحة جشع التجار على حساب الطبقات الفقيرة، فيما دعا الخبراء إلى ضرورة المراقبة الحكومية على الأسواق من خلال تطبيق قانون حماية المستهلك والمواد المنضوية فيه بتشكيل مجلس حماية المستهلك وتنفيذ مهامه الإجرائية لما للرقابة من مردودات إيجابية تلقي بظلالها على المواطن بالحفاظ على القيمة الحقيقية لأسعار السلع المستهلكة. في ظل الوضع الراهن للبلد، أسعار المواد الغذائية تدخل على خط أزمات المواطن الفقير، لكن حكومة الخدمات أولت لخدمة الفرد العراقي أهمية كبيرة بإطلاق القرارات التي تصب في مصلحته من خلال تدعيم المواد الغذائية ورفدها بالاحتياجات اليومية، وكذلك المطالبات بتشكيل مجلس حماية المستهلك وتفعيل دوره الرقابي على الأسواق. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بالدكتور محمد البغدادي المشرف العام للمركز الوطني للمراقبة والتقييم. أهلا بك دكتور ضيفا كريما في الأستوديو، وكذلك أرحب بضيف الكريم في الأستوديو الدكتور علي التميمي الخبير القانوني. أبدأ مع حضرتك أستاذ محمد. دكتور، يعني نتحدث عن ارتفاع الأسعار وكيفية ضبط هذا الموضوع، نلاحظ أنه هذه الفترة المواطن عانى معاناة مرتين، خلينا نسميها مرة من ارتفاع الدولار وتذبذب السعر وتم ضبطه من قبل الحكومة والجهات المعنية، ولكن اليوم مع بدء الشهر الفضيل أيضا لاحظنا ارتفاع بالأسعار، زيادة وإقبال على شراء السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، بالتالي أيضا هذا الموضوع سبب أن ارتفاع، شلون نقدر نحافظ على هذه القيمة السوقية للمواد؟ بالبداية نشكر حضراتكم ونشكر قناتكم موقع على استضافتنا وإدلائنا بهذه المعلومات. موضوع ارتفاع الأسعار المواد العام عامة، الارتفاع الكبير بالأسعار بالأسواق والمواد الغذائية خاصة، طبعا هاي الحالة يجب أن نكون منصفين، في أغلب الدول الإسلامية اللي تتغير حياتهم خلال شهر رمضان المبارك الله يعيده على الجميع إن شاء الله بالصحة والعافية، دائما تلاقي أنه ارتفاع بأسعار المواد الغذائية بالذات. يعني مثلا أغلب دول الجوار، يعني قمت بعمل بعض الدراسات مثلا في سوريا، في لبنان، في بعض دول الخليج، في مصر، في تركيا، في إيران، كلها ترتفع الأسعار المواد الغذائية لنظرا للإقبال الشديد على المواد الغذائية من قبل الصائمين. هاي نقطة. النقطة الثانية، احنا طبعا بعض الجشعين من التجار اللي احنا نستذكر قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، يقول عندما يقول التاجر كالفاجر ما لم يتفقه، أي بمعنى أنه التاجر كالفاجر إذا لم يخاف الله ويضع مخافة الله بين عينيه. هذا الشيء أنه هذا من أهم أولويات وتوجيهات ديننا الحنيف، لذلك أنه يجب على التاجر أن يخاف الله في الأسعار، أنه لا يبالغ بالأسعار، خصوصا فيما يخص المواد الغذائية، المواد الغذائية اللي هي قوت الفقير والغني وكل أفراد الشعب. لذلك أنه بعض الجشعين يقومون برفع أسعار المواد الغذائية على على رمضان، ولكن احنا في نحكي من ناحية قانونية، احنا ما عندنا سياسة تسعير، لذلك عندنا سوقنا مفتوح، سياسة التسعير مو موجودة. كنا قبل أيام قبل الحصار وأيام بداية الحصار كانت تسعيرة، وكانت وزارة التجارة تقوم بالتفتيش على الأسعار بمساعدة جهاز الأمن الاقتصادي، ويقومون بردع جميع التجار وظلم التجار أيضا، أنه إذا في حالة حتى في يعني بعض التجار اللي كانوا ما يخالفون التسعير كانوا يتهجمون عليهم. المهم احنا مو موضوعنا هذا، لكن أنه احنا حاليا موضوع التسعيرة، قانون التسعيرة لا يوجد عندنا بالعراق، لذلك عندنا سوق، لأن سوقنا سوق حر. ولكن أنه إذا نلاحظ مثلا أي حاجة، على سبيل المثال مثلا إذا نقول مثلا مادة العدس، إذا شحت بالسوق اليوم مادة العدس راح تلقاه لك أنه كشيء طبيعي أنه يدفع سوقها، لكن مباشرة تلاقي أنه المئات من المتربصين بالسوق تلاقيه أنه بس صار شح بالسوق وصار يعني وارتفع الأسعار مباشرة، يستورد كميات كبيرة من المواد العدس حتى يريدون يزيدون أرباحهم كذلك. يعني مثل ما قلت لك سوقنا سوق مفتوح، لذلك أنه ما عندنا إحنا شيء اسمه احتكار،
ولا عندنا شيء اسمه انه التاجر الفلاني مثلا محتكر السلعه الفلانيه، لكن مقابل هذا انه اكو بعض المواد مثلا انه تلقى لك الشركه الفلانيه التركيه المنتجه مثلا الرئيسيه لماده معينه البقوليات على سبيل المثال، تلقى عندها وكيل وحاصل المبيعات كلها بهالوكيل هذا. طيب. هذا يعني ما ادري شو تسميه انت، لا تسميه يعتبر احتكار او لا، لكن احنا سوقنا سوق مفتوح. نعم. طيب دكتور محمد، خلينا ننتقل للدكتور علي التميمي الخبير القانوني، حياك الله مجددا دكتور علي. نتحدث عن جشع التجار ويعني الكثير من القوانين التي نعاني من قلة تطبيقها، هسه يا ترى انه طبقت هذه القوانين كانت حاكمة على التجار، الأجهزة الرقابية في هذا الموضوع كيف تقيم عملها حضرتك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي العزيز والسادة المشاهدين وضيوفك الكرام، وكل عام وأنتم بخير. رمضان مبارك. طبعا بالتأكيد يعني الاقتصاد أو الجريمة الاقتصادية تعريفها في القانون هي تلك الأفعال التي تمس السياسة الاقتصادية في أي بلد من البلدان، وبالنتيجة تربك الوضع الداخلي وتحدث خللا في المنظومة المجتمعية. في العراق أستاذ أحمد لدينا قوانين، منها قوانين تحمي المستهلك، مثلا قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010، وقانون منع الاحتكار والتسعيرة، عندك قانون البنك المركزي، قانون غسيل الأموال، قانون العقوبات حتى يعاقب بالمادة 164 وأيضا بالمادة 180 بعقوبات شديدة. طبعا لو تتحدث حضرتك يعني تحدثت عن إنشاء مجلس أعلى للمحافظة على حماية المستهلك، المجلس الأعلى لحماية المستهلك موجود في القانون، في القانون رقم 1، وأيضا مجلس منع الاحتكار موجود في هذا القانون، لكن تحدث لي عن التطبيق. يعني مثلا أستاذ أحمد، قانون حماية المستهلك أوجب إنشاء مجلس أعلى لحماية المستهلك يديره بإدارة وكيل وزير مرتبط به، طبعا هذا المجلس مرتبط بدولة رئيس مجلس الوزراء، وهناك ممثلين عن وزارات مختلفة بدرجة مدير عام، هناك لجان طبعا تتفرع عن هذا المجلس للتفتيش، أيضا هناك تحريات عقوبات في هذا القانون بالمادة 10 مثلا، عاقبت بالحبس 3 أشهر وغرامات تصل إلى 10 مليون دينار على كل من يستغل المستهلك ويبيع البضائع بغير السعر الرسمي أو السعر الصحيح. هذه كلها موجودة، لكن أتحدث مثل ما تفضلت حضرتك عن التطبيق. التطبيق أنت لا يوجد في يعني في الحياة أي تصرف سواء كان اقتصادي أو اجتماعي إلا ويوجد نص قانوني يعالجه. يعني إذا لم يوجد قانون خاص كقانون حماية المستهلك، قانون منع الاحتكار، قانون غسيل الأموال، قانون البنك المركزي، قانون حماية المنتج المحلي، إذا لم يوجد هذا القانون فتوجد قانون العقوبات، يعني يطبق قانون العقوبات. يعني مثلا أستاذ أحمد، شخص يأتي يبيع لك مواد إكسباير يعني منتهية الصلاحية، طبعا هذا بالتأكيد يضر بالاقتصاد، سواء كانت هذه البضاعة في داخل المحل، في داخل البيوت. هذه التكييف القانوني أو الوضع القانوني لها، يعني وضع المادة مقابل الفعل، هي ممكن، لكن ما هي الحلقة المفقودة بهذا الاتجاه؟ هي التطبيق العملي. ماذا اقترحنا أستاذ أحمد؟ إحنا كمركز للدراسة اقترحنا إنشاء جهاز تحريات كما في القاهرة وفي الأردن في الجزائر. شنو هذا جهاز التحريات أستاذ أحمد؟ هذا جهاز التحريات يرتبط بهذا المجلس وحتى بالمخدرات، يعني الشيء بالشيء يذكر. مخدرات أيضا يعني هذا اللجنة العليا أو الهيئة العليا لمكافحة المخدرات تحتاج إلى
جهاز تحريات يوصل المعلومة. أنت هنا أيضا يحتاج لك في حماية المستهلك، قال حماية المستهلك، إلى جهاز تحريات رابط بهذه الأمور حتى يتغلغل داخل السوق يوصل لك المعلومة. يقول لك يعني أنت مسألة الكشف صعبة في هذا الموضوع، فتحتاج إلى مخبرين إن صح التعبير. نعم يعني هذا الموضوع مهم جدا، ولكن دكتور محمد يعني ما رأي حضرتك بالمجمعات التسويقية للبيع المباشر اللي يعني خصصتها وزارة التجارة وتصل فيها أسعار البيع كفارق بالسعر إلى 50% أو أقل من هذا الفارق بالكثير من المنتوجات الأساسية؟ نعم، عفوا وزارة التجارة، خاف نعم. غير وزارة، لا لا لا، وزارة التجارة صحيح. يعني أنا شاهدت بأم عيني أنه بعض المواد الغذائية تباع في بواسطة المنافذ وزارة التجارة وبأسعار مدعومة، لكن هذا كله مثل ما يقولون ما يداوي جرح. يعني حالات معينة أنه نزلوا بيض، نزلوا دجاج، نزلوا كذا، لكن هذا مو بشيء دائمي. يعني إحنا يا إما أنه تقوم الدولة مثلا مثل سابقا قبل الحصار أنه كانت أكو جمعيات تعاونية، كانت أكو شركات العفو شركة العمل الأسواق المركزية كانت ذاك الوقت أيضا، فياريت لو يتم تفعيلها خدمة المواطن العادي. لكن ما أدري يعني هل عندها الدولة هالمقدرة أنه تغطي حاجة المواطن من كل المواد الغذائية أم لا، الله أعلم بعد هاي. لكن يعني الدولة بتشتغل حقيقة، لكن قلت لك يا مو بالمستوى اللي يخش المواطن يتسوى كل شيء ويطلع بما يعني كل حاجاته يقدر يطلعها يعني يوفرها. نعم. نتحدث أيضا دكتور علي عن المسائل القانونية والانضباطية الحامية للمستهلكين كتلقي الشكاوى، حضرتك أشرت لها، التحقيق في هذه الشكاوى، هذه القرارات والتوصيات المناسبة اللي من شأنها أوضحها المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء دكتور مظهر محمد صالح بأنه يكون توجيه الإنذار إلى المخالف، وجوب إزالة المخالفة خلال 7 أيام من تاريخ التبليغ، وأكو وجود مبلغين أو مفتشين لهذا الموضوع. شنو رأي حضرتك دكتور علي هذا الموضوع؟ إذا عدنا 7 أيام وإزالة مخالفة ما بقى شيء بالشهر. هو أنا قرأت التصريح للأستاذ اللي تفضلت بذكره، يعني هو ربما لم يطلع على يعني قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010. هذا القانون بالمادة الأولى منه أوجب إنشاء مجلس أعلى يعني حماية المستهلك، وهذا المجلس يديره وكيل وزير طبعا يعين من قبل رئيس مجلس الوزراء وممثلين عن وزارات مختلفة. هذا القانون أستاذ أحمد فصل لك تفصيل، يعني مسألة التفتيش، اللجان اللي تشكل، هذا المجلس من اختصاصه وضع السياسات الاستراتيجية لحماية المستهلك، دعم المستهلكين، إعطاء مكافآت للمبلغين إذا شخص بلغ. أنت هنا عندك وضع خاص أستاذ أحمد في العراق، صراحة وضع خاص لأنه صعود سعر الدولار مقابل الدينار، هذا يعني أثر بشكل كبير، وحضرتك مطلع على الأمور. يعني الأسعار الموجودة في داخل السوق تضاربت بين حتى بين محل ومحل جملة وجملة. نعم. ليش؟ لأن أنت هنا يا صعود سعر الدولار مثلا هو يعني متبضع بسعر معين يبيع بسعر آخر أدي إلى الصعود، بس يؤدي إلى، فهنا أربك الوضع. أنا برأيي هذا كنا نحتاج، برأيي كمقترح يعني كنا نحتاج من هذا المجلس مجلس حماية المستهلكين هو معني بالموضوع، وقانون أيضا مجلس منع الاحتكار، إنه مجلسين حماية المستهلك منع الاحتكار، كان برأيي أن يعطي فرصة. شلون أستاذ أحمد؟ شلون يعطي فرصة كأن تكون زمنية، يعني لأن أنت تحتاج إلى أن تصرف هذه البضاعة، يعطيك فرصة كأن تكون شهر حتى تصرف، من تذهب تقص كما يقولون في المصطلحات التجارية بضاعة جديدة وتجيبها للسوق، يكون عندك انت صرفت البضاعة القديمة ما تصاب بالخسائر الفادحة، لأن بضائع توجد بالملايين. فهذه الفرصة اللي أتحدث عنها جنبك تطبيق القانون بشكل باشر. ربما الأستاذ اللي تحدثت عنه ديدا يعطي هاي الإنذار والسبعتي هو يتحدث عن هذه الجنبة، هذه الجنبة مهمة أنه أنت تعطيه إنذار. شوف أستاذ أحمد،
ربما من يعترض على هذا الموضوع بالقانون الجنائي ما عندنا انذار عن الجريمه. يعني شلون؟ تذكر حضرتك قبل ايام طلعت هاي مساله المستوى الهابط. نعم. قسم اقترحوا قالوا يا اخي انطوهم انذار، نبهوهم، طوهم فتره زمنيه. هذا غير ممكن بالقانون السابق. نعم. ما ممكن. انت اذا انطيته انذار وقلت له عدل وضعك الى ان ليه راح يطبق القانون عليك. نعم. طبعا ابو السرقه ايضا راح يقول لك كذلك، ابو جريمه القتل راح يقول لك كذلك. لكن في الاقتصاد انا برايي هذه المساله تختلف هنا، لانه هنا الصعود بالاسعار قد يكون يعني غير متوفر في الركن المعنوي لارتكاب الجريمه. هو ده يبيع بسعر قديم مثلا وارتفع السعر، هو مضطر انه يصعد بالسعر مع سعر الدولار، هو بالسوق، هو جلب البضاعه بالدولار. فهنا اللي ده يتحدث عنه الاستاذ مساله الانذار، مكافاه المخبرين، لجان التفتيش. طيب. انت كان هذا الوضع هو غير مطبق. يعني بصراحه خلينا نكون صريحين استاذ احمد، يعني هذا قانون حمايه المستهلك ومنع الاحتكار على الرف، غير مطبقات مثل قانون منع التدخين. لهذا انت من تجي تطبق هنا بهالسرعه وتدخل دخله واحده، بالتاكيد راح الناس تتفاجئ بالنسبه للمعلن، حتى ما يعرفون تفاصيل هذا القانون. طيب. كثير ما يعرفون تفاصيل هذا القانون. طيب. احنا عندنا الشهر الفضيل هو يكون شهر رحمه دكتور محمد، وبالتالي ليس في العراق فحسب بل الكثير من الدول العربيه. نعم. دول الجوار يعني تشهد ارتفاع اسعار المواد الغذائيه في هذا الشهر لزياده الاقبال. هسه ما نعرف نعول على وعي المواطن بان ياخذ كفايته، لو نعول على حس التجار بانه التراحم المطلوب. وهنا نتحدث عن قضيه مهمه جدا باعتبار ان هذه السلع هي سلع استهلاكيه يكون بها التنظيم ليس فقط بيد الدوله، وان كان بيد الدوله في العراق توزيع الحصه التموينيه في اوقاتها، زياده الحصه التموينيه، ولكن هذا الموضوع بصراحه استهلك الكلام فيه. نعم سيدنا الغالي، انه صحيح هي مثل ما تفضلت به انه كل الاطراف مشتركه بهالموضوع، لكن تأييدا لكلام الدكتور علي اللي تفضل به قبل لحظات، انه التاجر هو راس ماله بالدولار، فمن يبيع بالدينار اوتوماتيكيا يريد يرجع الدولار مالته، يريد يرجع راس ماله زائد ارباحه بالدولار. فهو مو معقوله انه لما يعني خلينا نكون منصفين احنا، يعني لا نظل نتهجم على القطاع الخاص بهالطريقه هذه. انه القطاع الخاص اولا خلي هسه لو لنفرض مثلا لو سووا مستوردين المواد الغذائيه جميعا، لو اتفقوا في يوم واحد ووقفوا البيع لمده 48 ساعه مثلا على سبيل المثال، ايش راح يصير؟ منو راح يوكل المواطن العراقي؟ يعني خلينا نكون منصفين انه القطاع الخاص هو اللي يتحمل المسؤوليه الكبرى في اطعام افراد الشعب. احنا لا نظل ننظر هاي النظره الدكتاتوريه اللي من الدوله اللي هي كانت شايله السيف على رؤوس التجار كليتهم، والكل واي واحد ما يعجب راسا ثانيا متعلق مثل ما حصل بالمآسي اللي قبل الاحتلال وقبل ايام النظام السابق. يجب ان نكون منصفين انه التجار هم اللي يحمون الشعب، هم اللي يوكلون ابناء الشعب، لكن نفس الوقت انه ابناء الشعب يجب ان يتعاونوا مع الناس. وانه موضوع الدولار يعني احنا التاجر نرجع نقولها انه يريد يرجع الدولار مالته، لذلك انه التذبذب باسعار الدولار انعكست على المواطن، يعني مو كل الذنب الذب على التاجر. لذلك انه نطلب من الدوله انه تعاون التجار بالحصول على الدولار الاستيرادي، وبذلك راح يكون استقرار في السوق. اما اذا هالتذبذب هذا راح تلقى التذبذب بالاسعار، انه التاجر يوم يسعر لك ب 1500 وثاني يوم سعر لك على 1600 وثالث يوم على 1700 وهو السوق بعد ما وصل هالسعر هذا، لانه يريد يامن نفسه حتى يرجع الدولار مالته بالسعر اللي طلعه فيه. فلذلك انه كل افراد الشعب تجارا وحكومه ومستهلكين كلهم يجب ان يتعاونون في سبيل الاستقرار. فاستقرار الدولار ينعكس على المواطن، هذا اللي يتوصله. طيب هذه العرض والطلب اللي يتحقق فيها السوق دكتور علي، نتحدث هنا اكو مواد ضروريه، اكو مواد اكثر ضروريه، وبالتالي يعني اكو فد منظومه لربما يذهب اليها التاجر كما تفضل الدكتور محمد البغدادي، ويجب انصاف التاجر ايضا باعتباره هو ايضا يعني هو منتج في هذا القطاع في تامين السله الغذائيه للمواطن. صحيح. ما دام ان الدوله ليست قادر على تأمينها بالكامل. هو هنا السؤال الكبير استاذ احمد، تحدث عن حماية التاجر، حتى حماية التاجر. انا بس اسالك سؤال، بالدستور العراقي
ما هو شكل النظام الاقتصادي بالعراق؟ ريعي. لا هو صحيح ريعي هو يعتمد، بس هل هو يعني نظام رأس مالي أم نظام اشتراكي؟ ما هو هلامي يا أستاذ أحمد الله يحفظك، يعني إذا كان هو رئيس مالي فأين القطاع الخاص المدعوم وهي كهرباء ماكو، وإذا كان اشتراكي فما هو الدستور ده يقول هو هذا النظام، نظام اقتصاد السوق اقتصاد حر. فلهذا أنت يعني في مرحلة، أنا برأيي مثل ما تفضل الأستاذ ولو صوته يعني ما سمعت كل الكلام هذا، أنت تحتاج إلى أن تشجع القطاع الخاص يا أخي اللي يطور البلدان، اللي تأخذ بالنظام الرئيسمالي قطاع خاص. لا. احنا لحد الآن يا أستاذ أحمد الله يحفظك يعني عدد الموظفين مرتفع جدا جدا جدا، والقطاع الخاص غير مدعوم لا يعمل. انت هنا هل بالنسبة لقانون حماية المستهلك اللي هو معادلة بين المستهلك والتاجر، لا. قانون منع الاحتكار، انت وين تصير؟ تصير وسط استاذ احمد، تصير وسط بالنسبه للعقوبات اللي يجي بها القانون. بصراحه انا يعني من باب النقد الدستوري لست مع عقوبه انت تاخذ تاجر وتحبسه بهالظرف هذا، والدولار يوم يبيعون 130 وهو 160، يعني هذه انت هنا يا استاذ احمد غرامات ممكن فعل الغرامات عندك من مليون الى 10 مليون، ممكن اضرب الشيء بالشيء، عندنا بالقانون الجنائي اضرب الشيء بالشيء. هو المعادله شنو يا استاذ احمد الله يحفظك؟ هي المعادله فلوس، ربح، تبادل، بيع، تجاره. انت اضرب الشيء بالشيء، ما معقول تجي تحبسه 3 أشهر يا اخي لانه مثلا هو صعد الاسعار لان الدولار صعد. اعطي فرصه كما هذا التصريح اللي حضرتك ذكرت، اعطي فرصه، اعطيهم انذارات، اعطيهم حتى يكون قد اعذر من انذر. مو هالشكل استاذ احمد؟ بالتاكيد. وحتى قانون منع الاحتكار، قانون منع الاحتكار، وشنو منع الاحتكار؟ سلع يحتكرها ما تطلع بالسوق، يصير شحة وبعدين يبيعها بأسعار مرتفعة، هذا منع الاحتكار. أو إكس باير يبدل اللصقات مالته، هو وده يشرحها القانون بالتفصيل يعني. بالتأكيد. أنا أشكرك شكرا جزيلا الدكتور علي التميمي الخبير القانوني أثرت الحوار في هذا الملف، وأشكر كثير لحضرتك الدكتور محمد البغدادي. إذا أمكن عندي كلمة إذا مصير تفضل في نصف دقيقة قبل الختام. قبل سنة تقريبا أنا دعيت من أنا شخصيا دعيت على شاشة إحدى القنوات الفضائية، وناشدت دولة رئيس الوزراء بتصفير الرسوم الجمركية والضرائب الاستيرادية على جميع المواد الغذائية والأدوية بصفتها أنه هاي المواد الأساسية لاستهلاك المواطن، والحمد لله استجاب وقتها السيد رئيس الوزراء على هالموضوع، بس لكن لمدة محدودة لمدة 3 أشهر وعاد الوضع على ما هو عليه. فحاليا من قناتكم هاي ومن شاشتكم هاي ناشد السيد رئيس الوزراء بإعادة تفعيل تصفير الرسوم الجمركيه والضرائب الاستيراديه على جميع المواد الغذائيه والادويه بصفتها انه المواد الاساسيه للمستهلك العراقي. وان شاء الله نتبنى هالشيء هذا. قطاع الصحه في الملف الاول، اكرر شكري لحضرتك الدكتور محمد البغدادي والدكتور علي التميمي. شكرا. وشكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.